أعلن الجيش الوطني الليبي استمرار عملياته ومعاركه ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس، وأفادت مصادر بشن الجيش الوطني قصفاً صاروخياً على مواقع للمسلحين في العاصمة الليبية. معنا من بنغازي مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب. عميد خالد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار. لو تعطينا آخر المعلومات، آخر المعطيات فيما يتعلق بالجبهات العسكرية على تخوم طرابلس. طبعا شهدت اليومين الماضيين المحاور معارك طبعا عنيفة في بعض الأماكن، وفي بعضها كانت محاولات يائسة تم صدها بسرعة وبسهولة وردعها من خلال قواتنا. أكثر ما يمكن الإشارة إليه هو الهجوم الذي شنته هذه قوات الميليشيات التي مدعومة بقيادة تركية في غرفة العمليات، بداية على محور السبعة، وكانت الخسائر فيهم كبيرة جدا، ولأول مرة تصل خسائرهم هذه الأرقام التي سجلت يعني خلال 3 أيام من القتال، حوالي 200 قتيل من مجموعة الميليشيات والمرتزقة الذين هجموا المنطقة في أكثر من محور. هجموا مصنع الأسمنت في سوق الخميس، أيضا هناك هجوم على منطقة العربان، وكل هذه الهجمات سجلت. آخر هجوم الذي كانوا يحاولون من خلال هذه الهجمات التي سبقت أن يحاولوا عدم لفت الانتباه إلى أعدادهم لهجوم كبير على منطقة الجفرة باعتبارها منطقة حيوية وقاعدة الجفرة، ثم التوجه إلى الهلال النفطي. طبعا كانت قواتنا ترصد ذلك عبر وسائلنا المختلفة الاستخباراتية والرصد المرئي وغيره، وبالفعل في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب حتى تكون الضربة موجعة تم استهداف القوة البرية المهاجمة وحققت بها خسائر كبيرة. أيضا تم ضرب 3 طائرات وأسقاطها طائرات مسيرة. بعد ذلك صباح الجمعة كانت هناك محاولات أخرى من هذه الميليشيات إعادة الكرة في هجوم على منطقة العربان، وتركوا آلياتهم وعدد كبير من الجثث التي تم سحبها وتسليمها الهلال الأحمر الليبي، وتم تدمير عربتين جراد وعدد من الآليات المسلحة التي كانت تقصف من بعيد تبع عربات الجراد. تم أيضا دحرهم في سوق الخميس في مصنع الأسمنت، محاولة يائسة للبحث عن إنجاز. بعد ذلك الطيران التركي طبعا في منطقة أستارنا التي تسيطر عليها القوات المسلحة، استهدفوا الشهداء الذين نعتهم القيادة العامة أمر اللواء 9 والقائد الميداني لمجموعة الإسناد محسن الكاني، الشهيد محسن الكاني والشهيد عبد الوهاب المقن، وشهداء آخرين تقريبا عبد العظيم وشهيدين آخرين. هذه كانت جملة تقريبا المواجهات في اليومين الماضيين. القوات المسلحة طبعا وتعليمات القيادة العامة واضحة وصريحة ولا يمكن التراجع عنها، وهي القضاء على الإرهاب والذي تنتجه الميليشيات، وبالتالي القضاء على الميليشيات والتي أنتجها الإخوان، تنظيم الإخوان الإرهابي، ولا بد من القضاء عليه. لا. والذي يدعم بشكل مباشر الآن تركيا فعلا يعني دخلت كطرف في الحرب بشكل مباشر، طائرات يقودها يعني ضباط أتراك، غرف عمليات التخطيط التركي، القتال التركي، يعني استخدمت وسائط كثيرة للجيش التركي في المواجهات مع قواتنا، ولكن ذلك طبعا لن يثنينا. أحب أن أنوه فقط عبر قناتكم إلى نقطة هامة من خلال الأخبار، وأن هناك ما يتردد على أن مدينة ترهونة ستقصف طرابلس وتحاول الثأر وما إلى ذلك. مدينة ترهونة لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، هذا شيء بعيد عن الواقع. مدينة ترهونة تتحدث عن أنها ستدافع فيما لو هجمت كمحافظة شعبية وغير ذلك، لكن الجيش يقوم بعملياته العادية ولا يوجد هناك أي نوع من هذه الأنواع في فكرة الانتقام والتدمير الشامل الكاذب تدعيه أبواق الإخوان الإرهابيين.
شكرا جزيلا لك العميد خالد المحجوب على كل هذه المعلومات، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، كنت معنا من بنغازي، شكرا لك. ومعنا من القاهرة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة. أستاذ عبد الحفيظ، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. ما الحقائق التي يمكن أن نستشفها من هجوم أو محاولة الهجوم على الجفرة البارحة؟ مساء الخير كريم والمشاهدين الكرام. بكل تأكيد يعني منطقة الجفرة منطقة استراتيجية، عندما استعاد الجيش السيطرة على هذه المنطقة الحيوية وعلى القاعدة الأساسية في هذه المنطقة، بكل تأكيد يعني هم يحاولون يعني صرف انتباه الجيش عن المحاور القتال المختلف في طرابلس وفتح جبهات جديدة. شهدنا ذلك في منطقة الجفرة وشهدنا ذلك في منطقة الجنوب التي قام الجيش الوطني بتحريرها وطرد الجماعات المسلحة المختلفة التي كانت تعيث فيها فسادا، ولكن الجيش موجود في كل الأماكن. يعني أن يعني عندما تحدث على قوة نظامية على جيش وطني، هو يؤمن كل الدولة، وهذا قدر المؤسسة العسكرية التي تنتشر جنوبا وشرقا ووسطا وغربا من لذات الهدف، وهو هدف السيطرة على كل أرجاء البلاد وإنهاء فوضى السلاح والجماعات المسلحة. ولكن أعتقد أن منطقة الجفرة كانت وستظل عصية على هذه الجماعات التي استباحتها لفترات ليست بالقصيرة قبل أن يطردها منها الجيش الوطني ويبسط سيطرته على هذه المنطقة الهامة. وبالتالي أظن أن أي محاولة للاختراق في هذه المنطقة ستبو بالفشل كمثيلاتها التي حدثت مؤخرا. أستاذ عبد الحفيظ، كما تابعت العميد خالد المحجوب قال قبل قليل بأنه خلال اليومين الماضيين 200 قتيل في صفوف هذه الميليشيات، إلى أي حد عملية الجفرة هذه هي محاولة لتشتيت أنظار الليبيين على الخسائر التي يتلقونها على الجبهات؟ ما رأيك؟ نعم، هذا العدد الكبير من القتلى كان خلال الأيام الماضية عندما شنت الكتائب المسلحة المنضوية تحت حكومة الوفاق الوطني هجوما على كافة محاور القتال في جنوب العاصمة طرابلس. تعلم أن يوجد 7 محاور التي سيطر الجيش الوطني عليها في تخوم العاصمة الليبية. يعني نحن نتحدث عن وجود للجيش الوطني داخل طرابلس. يعني عندما تتحدث على بن قشير أو على عين زارة أو سبعة، هذه كلها أحياء في داخل طرابلس. باءت محاولة استرداد هذه المواقع بالفشل. يعني كل المواقع التي وصلها الجيش الوطني وتمركز فيها استمرت في قبضة الجيش الوطني، ولم تفلح هذه الجماعات في زحزحة الجيش الوطني عن هذه المواقع. وهذه الخسائر هذا دليل على قوة الهجوم وعلى صد هذا الهجوم من قبل الجيش الوطني. كانت هناك محاولات في منطقة الجفرة عندما استعمل الجيش الوطني الطيران لضرب مرابط الطائرات المسيرة التي استعملت بكثافة من قبل هذه الكتائب. الطائرات المسيرة التركية طبيعي الحال، باعتبار أن تركيا غير خافي دورها وهي تعترف بدعمها المباشر لهذه الكتائب المسلحة بالعتاد وبكافة أشكال الدعم العسكري. الجيش الوطني فيما أظن أسقط أكثر من 10 طائرات، يعني قرابة 15 طائرة مسيرة التي أسقطها الجيش الوطني وضرب مراكز تشغيل هذه الطائرات وغرف التحكم في هذه الطائرات في طرابلس وفي اكثر من في مصراتة. ايضا استهدف مرابط هذه الطائرات، واعتقد هذا الذي يعني اخر عملية الحسم في محاور القتال مختلفة في الجيش الوطني. الجيش كما ذكرت لك يقاتل على اكثر من جبهة وعلى اكثر من جماعة مسلحة. يعني تفجرت الاوضاع في الجنوب، اضطر الجيش الوطني في مدينة مرزق ان يعيد الكرة ويطرد الجماعات التي عاتت في مدينة مرزق فسادا، ايضا في منطقة الجفرة. والجيش متواجد من يومين استهدف الجيش قوة كانت تحاول من يعني جنوب مدينة سرت في الاستهداف قاعدة الجفرة، وأيضا استهدف هذه المجموعة بالطيران الحربي. أعتقد أن المعركة متشعبة، وأعتقد أن أصبحت يعني فيما يتعلق بالجماعات المسلحة والدعم الذي تتلقاه هو الذي دعا المجتمع الدولي أن يتحدث مليا عن هذه الجانب ويتحدث على أن هناك حرب بالوكالة وأنه ولكن حرب بالوكالة لكن لا
يسمي الأمور بمسمياتها أستاذ عبد الحفيظ، لا يسمي الأمور نعم للأسف بمسمياتها نعم. مع أنه تركيا يعني تكسر حظر توريد السلاح إلى ليبيا، كيف نفسر هذا الصمت صحيح. الدولي برأيك؟ هذا الصمت الدولي هو الذي أخي الكريم منذ يعني الإعلان عن اتفاق الصخيرات الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وهناك يعني أمر غريب جدا وهو أنه لا أحد يتحدث عن الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي، وهو إخراج جميع الجماعات المسلحة وإنهاء كل الوجود المسلح خارج شريط الدولة، وهو لا يعترف إلا بجيش وإلى وبقوات شرطة، يعني جيش نظامي وقوات شرطة. عندما وجد هذا الجيش النظامي أخذ منه المجتمع الدولي غالباً يعني موقفاً عدائياً، إلى أن بدأت المواقف تتغير عندما ثبت لهم بأن هذا جيش وإن قوة نظامية وأخذت على عاتقها محاربة الإرهاب، ويجب أن يكون للمجتمع الدولي شريك حقيقي في مكافحة الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية المختلفة. هذا الشريك في أي دولة لا يكون إلا المؤسسة العسكرية النظامية، وهو هنا الجيش الوطني الذي يعني فرض وجوده، وبالتالي اضطرت الكثير من الدول أن تتعامل مباشرة مع هذا الجيش الوطني. والآن بدأت المواقف تتغير حتى بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني التي كانت تدعم دعما غير محدود من قبل المجتمع الدولي، أصبح يعيد النظر في هذه الحكومة التي فشلت مرارا وتكرارا بعد أكثر من 3 سنوات على توليها زمام الأمور وخصوصا في العاصمة طرابلس على إنفاذ أي نوع من الترتيبات أو أي تغيير في طبيعة هذه الجماعات المسلحة أو اتخاذ أي إجراءات من أجل إنهاء وجودها أو تسريحها أو دمجها أو حلها أو إلى ما آخر ما نص عليه الاتفاق السياسي. أخذ زمام مبادرة الجيش الوطني، وما معركة طرابلس التي اندلعت منذ إبريل الماضي إلا دليل وإثبات على فشل حكومة الوفاق في تطهير العاصمة من الجماعات المسلحة، وهو الأمر الذي بادر به الجيش الوطني، ولا يمكن لأي جيش وطني أن يقف متفرجا أمام تغول الجماعات المسلحة. الصورة واضحة على أستاذ عبد الحفيظ، واعذرني على المقاطعة، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي، سابقا كنت معنا من القاهرة.